Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hay Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. أقول مستعينا بالله ومتكلا عليه حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
اللهم إليك أبرأ من حولي وقوتي وحول كل شيء وقوة، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم إليك أبرأ من حولي وقوتي وحول كل شيء وقوة، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم إليك أبرأ من حولي وقوتي وحول كل شيء وقوة، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم اشف بآياتك وارحم بها، 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 اللهم اشف بآياتك وارحم بها يا أرحم الراحمين. اللهم أبطل سحرا وحل عقدا وفك ربطا وأخرج عيونا ومسا وحسدا، اللهم أبطل سحرا وحل عقدا وفك ربطا وأخرج عيونا ومسا وحسدا، اللهم أبطل سحرا وحل عقدا وفك ربطا وأخرج عيونا ومسا وحسدا، اللهم أبطل سحرا وحل عقدا وفك ربطا وأخرج عيونا ومسا وحسدا، اللهم أبطل سحرا وحل عقدا وفك ربطا وأخرج عيونا ومسا وحسدا، اللهم أبطل سحرا وحل عقدا وفك ربطا وأخرج عيونا ومسا وحسدا، اللهم أبطل سحرا وحل عقدا وفك ربطا وأخرج عيونا ومسا وحسدا، اللهم أبطل سحرا وحل عقدا وفك ربطا وأخرج عيونا ومسا وحسدا، اللهم أبطل سحرا وحل عقدا وفك ربطا وأخرج عيونا ومسا وحسدا بحولك وقوتك يا عزيز يا قدير. اللهم من علمت هدايته ممن تلبسوا الأجساد فهديه ويسر خروجه، اللهم من علمت هدايته ممن تلبس الأجساد فهديه ويسر خروجه، اللهم من علمت هدايته ممن تلبس الأجساد فهديه ويسر خروجه، اللهم من علمت هدايته ممن تلبس الأجساد فهديه ويسر خروجه، اللهم ومن تكبر ومن تكبر ومن تكبر فأرنا اللهم فيهم عجائب قدرتك وبأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم الظالمين، اللهم من تكبر على آياتك ولم يخرج فأرنا اللهم فيه عجائب قدرتك وبأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم الظالمين، اللهم من تكبر على آياتك ولم يخرج فأرنا اللهم فيه عجائب قدرتك وبأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم الظالمين، اللهم من تكبروا فإنهم لا يعجزونك، اللهم من تكبروا فإنهم لا يعجزونك، اللهم من تصبروا فإنهم لا يعجزونك، اللهم من تصبروا فإنهم لا يعجزونك بحولك وقوتك يا عزيز يا قدير. اللهم أخرج حارسهم وخادمهم وعاشقهم ومعتديهم وظالمهم، 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 اللهم أخرج حارسهم وخادمهم وعاشقهم ومعتديهم وظالمهم بحولك وقوتك يا عزيز يا قدير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم،
من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يحبونهم كحب الله يحبونهم كحب الله يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله أن القوة لله أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد 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 لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله ما جئتم به 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 السحر إن الله سيبطله 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 ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله
السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم واسترهبوهم وجاءوا بالسحر العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد 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 في العقد ومن شر النفاثات 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 في العقد ومن
شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أم يحسدون الناس أم يحسدون أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم 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 لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يكاد البرق يخطف أبصارهم 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ولا تمدن عينيك ولا تمدن عينيك ولا تمدن عينيك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ولا تمدن عينيك ولا تمدن عينيك
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تمدن عينيك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه تراود فتاها عن نفسه تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الذين يحبون إن الذين يحبون إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الزانية والزاني الزانية والزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الزانية والزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الزانية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان اللهم يا قريب ويا مجيب دعوة الداعي إذا دعا اللهم أبطل سحرا وحل عقدا وفك ربطا وأخرج عيونا ومسا وحسدا اللهم أبطل سحرا وحل عقدا وفك ربطا وأخرج عيونا ومسا وحسدا اللهم أبطل سحرا وحل عقدا وفك ربطا وأخرج عيونا ومسا وحسدا اللهم أبطل سحرا وحل عقدا وفك ربطا وأخرج عيونا ومسا وحسد اللهم أبطل سحرا وحل عقدا وفك ربطا وأخرج عيونا ومسا وحسد اللهم أبطل سحرا وحل عقدا وفك ربطا وأخرج عيونا ومسا وحسد اللهم بقدرتك يا الله اللهم أبطل سحرا وحل عقدا وفك ربطا وأخرج عيونا ومسا وحسد اللهم أبطل سحرا وحل عقدا وفك ربطا وأخرج عيونا ومسا وحسدا اللهم بقدرتك الآن يا الله أبطل الأسحار وحل العقد وفك الربط وأخرج العيون والمس والحسد اللهم بقدرتك الآن يا الله اللهم بقدرتك الآن يا الله اللهم أبطل الأسحار وحل العقد وفك الربط وأخرج العيون والمس والحسد اللهم بقدرتك يا قادر أبطل اللهم الأسحار وحل العقد وفك الربط وأخرج العيون والمس والحسد اللهم بقدرتك يا الله اللهم أبطل الأسحار وحل العقد وفك الربط وأخرج العيون والمس والحسد اللهم بقدرتك يا قادر يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم أنفذ أمرك يا الله وأبطل اللهم الأسحار وحل اللهم العقد وفك اللهم الربط وأخرج اللهم العيون والمس والحسد اللهم أبطل ما كان من الأسحار وحل ما كان من العقد وأخرج ما كان من العيون والمس والحسد اللهم أبطل الأسحار والعقد وفك الربط وأخرج العيون والمس والحسد نسألك يا رحمن أن ترحم عبادك وإماك اللهم ارحم عبادك وإماك اللهم أبطل أسحارهم وحل عقدهم وفك ربطهم وأخرج العيون والحسد والمس منهما اللهم أبطل أسحارهما وحل عقدهما وفك ربطهم وأخرج العيون والحسد والمس منهما اللهم أبطل أسحارهما وحل
له عقدهما وفك ربطهم واخرج العيون والحسد والمس منهما. اللهم ابطل اسحارهما وحل عقدهما وفك ربطهم واخرج العيون والحسد والمس منهما. اللهم ابطل اسحار وعقد عداوة وانتقام. 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 اللهم ابطل اسحار وعقد التعطيل والامراض. اللهم ابطل اسحار وعقد التعطيل والامراض. اللهم ابطل اسحار وعقد التعطيل والامراض. اللهم ابطل اسحار وعقد الانس والجن. اللهم ابطل اسحار وعقد الانس والجن. اللهم ابطل اسحار وعقد الانس والجن. اللهم ابطل اسحار وعقد سحرة الانس والجن. اللهم ابطل اسحار وعقد سحرة الانس والجن. اللهم ابطل اسحار وعقد العمالة والخادمات والاعداء والاقارب. اللهم ابطل اسحار وعقد العمالة والخادمات والاعداء والاقارب. اللهم ابطل اسحار وعقد العمالة والخادمات والاعداء والاقارب. اللهم ابطل اسحار وعقد العمالة والخادمات والاعداء والاقارب بحولك وقوتك يا عزيز يا قدير. اللهم ابطل اسحارا وعقدا في الجسد واسحارا وعقدا خارج الجسد. اللهم ابطل اسحارا وعقدا داخل الجسد واسحارا وعقدا خارج الجسد. اللهم ابطل اسحارا وعقدا داخل الجسد واسحارا وعقدا خارج الجسد. اللهم ابطل اسحارا وعقدا داخل الجسد واسحارا وعقدا خارج الجسد. اللهم عليك بالسحرة وخدمهم وأعوانهم. اللهم عليك بالسحرة والساحرات وخدمهم وأعوانهم. اللهم عليك بالسحرة والساحرات وخدمهم وأعوانهم. اللهم من لم يتب من حرس السحر وخدمه. اللهم من لم يتب من حرس السحر والعقد وخدمه ويخرج فاللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم من لم يخرج من حرس السحر وخدمه فأحرقهم يا الله. اللهم من لم يخرج من حرس السحر وخدمه فأحرقهم واقتلهم يا الله. اللهم من لم يخرج الآن من حرس السحر وخدمه فأحرقهم واقتلهم يا الله. اللهم من لم يخرج من حرس السحر وخدمه الآن فأحرقهم واقتلهم يا الله. اللهم من لم يخرج من حرس السحر وخدمه الآن فأحرقهم واقتلهم يا الله. إنهم لا يعجزونك يا جبار السماوات والأرض. اللهم يا عزيز يا قدير. اللهم اخرج عيونا واعجاب وحسد. اللهم اخرج عيونا واعجاب وحسد. اللهم اخرج العيون والاعجاب والحسد واشف منها. اللهم اخرج العيون والحسد والاعجاب 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 واشف منها. اللهم اخرج العيون والحسد والإعجاب واشف منها. اللهم اخرج العيون والحسد والإعجاب واشف منها. اللهم اخرج العيون والاعجاب والحسد واشف منها. اللهم اخرج العيون والاعجاب والحسد واشف منها. اللهم اخرج العيون والحسد والاعجاب 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 واشف منها. اللهم اخرج عيون وحسد واعجاب الإنس والجن. اللهم أخرج عيون وحسد وإعجاب 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 الرجال والنساء. 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 اللهم أخرج عيون وحسد
وإعجاب الرجال والنساء. اللهم أخرج عيون وحسد وإعجاب الرجال والنساء. اللهم أخرج عيون وحسد وإعجاب الأقارب والقريبات والجماعة. 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 اللهم أخرج عيون وحسد وإعجاب الأصدقاء والصديقات والزملاء والزميلات. اللهم أخرج عيون وحسد وإعجاب الأصدقاء والصديقات والزملاء والزميلات. اللهم أخرج عيون وحسد وإعجاب الأصدقاء والصديقات والزملاء والزميلات. اللهم أخرج عيون وحسد وإعجاب الأصدقاء والصديقات والزملاء والزميلات. اللهم أخرج عيون وحسد وإعجاب الأصدقاء والصديقات والزملاء والزميلات بحولك وقوتك يا عزيز يا قدير. اللهم أخرج عيونا وحسد وإعجاب أصابت في الدين والأخلاق. اللهم أخرج عيونا وحسد وإعجاب أصابت في الدين والأخلاق والوسامة والجمال. اللهم أخرج عيونا وحسد وإعجاب أصابت في الدين والأخلاق والوسامة والجمال. اللهم أخرج عيونا وحسد وإعجاب أصابت في الدين والأخلاق والوسامة والجمال. اللهم أخرج عيونا وحسد وإعجاب أصابت في الدين والأخلاق والوسامة والجمال. اللهم أخرج عيونا وحسد وإعجاب أصابت في الدين والأخلاق والوسامة والجمال. اللهم أخرج عيونا وحسدا فرقت بين الأزواج. اللهم أخرج عيونا وحسد فرقت بين الأزواج وضيقت. 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 اللهم أخرج عيونا وحسد أخرت حملا وإنجاب وأسقطت الأجنة. اللهم أخرج عيونا وحسد وإعجاب أخرت الحمل والإنجاب وأسقطت الأجنة. اللهم أخرج عيونا وحسد وإعجاب أخرت الحمل والإنجاب وأسقطت الأجنة. اللهم أخرج عيونا وحسد وإعجاب أخرت الحمل والإنجاب وأسقطت الأجنة. اللهم أخرج عيونا وحسد وإعجاب تمركزت في البطون والأرحام والصدور. اللهم أخرج عيونا وحسد وإعجاب تمركزت في الأرحام والبطون والصدور. اللهم أخرج عيونا وحسد وإعجاب تمركزت في الصدور والبطون والأرحام. اللهم أخرج عيونا وحسد وإعجاب تمركزت في الصدور والبطون والأرحام. اللهم أخرج عيونا وحسد وإعجاب تمركزت في الصدور والبطون والأرحام. اللهم أخرج عيونا وحسد وإعجاب تمركزت في الأرحام والبطون والصدور. اللهم أخرج عيونا وحسد وإعجاب تمركزت في البطون والصدور والأرحام. اللهم أخرج عيونا وحسد وإعجاب تمركزت في الأرحام والبطون والصدور. اللهم أخرج عيونا وحسد وإعجاب تمركزت في الصدور وفي البطون وفي الأرحام. اللهم أخرج عيونا وحسد صدعت في الرؤوس. اللهم أخرج عيونا وحسد صدعت في الرؤوس. اللهم أخرج عيونا وحسد صدعت في الرؤوس يا عزيز يا قدير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أخرج العاشقين من الشياطين والعاشقات. 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 اللهم أخرج حرس العيون والحسد والإعجاب. اللهم أخرج حرس العيون والحسد والإعجاب. اللهم أخرجهم مع الأطراف. اللهم أخرجهم مع الأيدي والأرجل. اللهم أخرج حرس العيون والحسد مع الأيدي والأرجل. اللهم أخرجهم الآن. اللهم من لم يخرج فأرنا اللهم فيه عجائب قدرتك. اللهم من لم يخرج الآن من حرس العيون والحسد مع الأيدي والأرجل فأرنا اللهم في هلاكه عجائب قدرتك، فإنهم خلق من خلقك لا يعجزونك. أخرج اللهم حرس العيون والحسد مع الأيدي والأرجل ومن لم يخرج منهم فأرنا اللهم فيه الآن عجائب قدرتك وبأسك الشديد يا عزيز يا قدير.
اللهم أخرج العاشقين والعاشقات، أخرج اللهم العاشقين والعاشقات والمعتدين على الحرمات، اللهم أخرج العاشقين والعاشقات من الشياطين والمعتدين على الحرمات، اللهم أخرج العاشقين والعاشقات، اللهم أخرج العاشقين والعاشقات، اللهم أخرج العاشقين والعاشقات، اللهم أخرج العاشقين والعاشقات من الشياطين والمعتدين على الحرمات، يا عزيز يا قدير يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من تصبر من الشياطين والعفاريت والمرد، اللهم من تصبر وتكبر من الشياطين والعفاريت والمرد ولم يخرج فارنا اللهم بها لك يا عجائب قدرتك يا عزيز يا قدير يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اشف من السرطان وأورامه وغدده، 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 اللهم اشف من سرطان الثدي والأرحام والدم والعظام، اللهم اشف من سرطان الثدي والأرحام والدم والعظام، اللهم اشف من سرطان الثدي والأرحام والدم والعظام بقدرتك يا الله، اللهم اشف مما شل الأركان وعطلها، اللهم اشف مما شل الأركان والأعضاء والحواس 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 وعطلها، إلهنا ومولانا سألناك وطرقنا بابك ولذنا بجنابك، اللهم فأجب لنا سؤلنا، اللهم أجب لنا سؤلنا، اللهم أجب لنا سؤلنا، وارحم عبادك وإماءك، وارحم عبادك وإماءك، وارحم عبادك وإماءك برحمتك يا أرحم الراحمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، 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 اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاك شفاء لا يغادر سقما، اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاك شفاء لا يغادر سقما، اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاك شفاء لا يغادر سقما، بسم الله بسم الله بسم الله، اعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون، أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون، أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون، أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون، أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون، أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون، أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون، أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم تسليما.